قال انه قرا من كتاب وقال من راسه من الكتاب لانه شيخه خالف احمد داود. قال شنو؟ قرا الحديث قال وهي رؤيا عين. ولكن ابن تيميه في بيان تلبيس الجهميه يقول وان هذه الروايه المجاب عنها فيعتضي انها رؤيا عين فيعتضي انها رؤيا عين فيعتضي انها رؤيا عين عين عديد رؤيا عين. شيخه هسه قال مسجل، شيخه قال دي رؤيا منام. وهذا كتاب بيان تلبيس الجهميه ألف ابن تيمية بنفسه. ماذا يقول ابن تيمية فيه؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل يعني به رؤية منام رؤية منام رؤية منام فيعتضي أنها رؤية عين عين عديد رؤية عين رؤية منام رؤية منام رؤية منام رؤية منام أنها رؤية عين عين عديد رؤية عين. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.